في الاستماع الوقت عن 7:45 الموعد توتسويت مع الانترفيو دو كلوب. الانترفيو دو كلوب. ضيفنا اليوم في الانترفيو دو كلوب هو السيد محمد القومين القيادي بحركة النهضة. مساء الخير سي محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحية ليك ولكافة بالطبع مستمعات ومستمعيك سويس افام، وإن شاء الله مزيد من التألق. شكرا لك على الحضور سي محمد. يرافقني ذي البوسيلمي. سي محمد، النهضة اليوم عملت بوان دو بريس، الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري يقول أنه القضاء المستقل ما أثبتش حتى التوا طورت الحركة في تلقي تمويلات أجنبية وفي ملفات فساد أو شبكات التسفير، وقال اللي عنده أي اتهام للنهضة أو لقيادتها يتوجه للقضاء المستقل. هذا اللي تقال في الكونفيرونس دو بريس. الأستاذ منير بن صالحة ممثل عدد من الجمعيات التابعة لقضية التمويل الأجنبي اللي أثرتها النيابة العمومية طبعا في حق حركة النهضة، يكتب اليوم في تدوينه يقول تمت اليوم حالة رشد الغنوشي ورفيق عبد السلام من طرف حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي على المجلس الجناحي من أجل تلقي حزب سياسي لتمويلات أجنبية. قاضي التحقيق أحال وصمد وصمد أمام الضغط والتهديد. شنو رأيك سي محمد؟ اولا الحمد لله على سلامه نور الدين البحيري اللي بضربه لمده 67 يوم عن الطعام وبصموده في وجه خاطفيه ومحتجزيه نجم يفرض حريته على حساب بطبع بدنه وعلى حساب حياته. شفنا الصوره السيئه جدا اللي اخذت للاستاذ البحيري في اليوم الذي تم القرار ليلا باطلاق سراحه. 67 يوم معناها ما تقدمت فيها حتى قضية للدوائر القضاء المختلفة ضد نور الدين البحيري رغم كم الإشاعات الكبيرة اللي بالطبع راجت ضده خلال السنوات في الحقيقة الأخيرة كلها. خلينا تنجيوها سي نور الدين البحيري والملف متاع سي نور الدين البحيري. هات نبداو ساعة بالمسألة متاع التمويل الأجنبي، الكلام اللي تقال في كونفيرونس دو بريس والكلام اللي قاله الأستاذ منير بن صالح. شوف اللي قاله نور الدين منير بن صالح هو توجيه معناها تهمة أو تحريك تحقيق، هذا لا يعني الاتهام. برشا ناس مدعوين للتحقيق في تونس على قضايا مختلفة ومنهم منير بن صالح نفسه وبيدو عنده تهم كثيرة موجهة ليه وآخرون، لكن بين توجيه تهمة مساج الخارجي محمد. بطبيعة توجيه التهمة لا يعني الإدانة. السيد راشد الغنوشي دعي مع الشخصيات اللي ترشحت لرئاسة الجمهورية منذ مدة بتهم جرائم انتخابية وعادي معناها كما الناس كله نظر القضاء، وأيضا نظرت المحاكم في قضية التمويل الأجنبي للقائمة اللي ترأسها في تونس واحد وكذلك قائمة تنادي تونس اثنين، وحكمت المحكمة عدم سماع الدعوة عدم سماع الدعوة. إذا هذا مبدئيا الموضوع اللوبيينج يرجع مرة أخرى. احنا قلنا في مرات عديدة في حركة النهضة أنه لدينا من وسائل الدفاع ما يكفينا، المهم أن يكون القضاء عادلا. لم نكلف أي أحد بأن يعقد مثل هذه العقود، لم تتحول أي أموال من تونس إلى خارجها لتمويل هذه العقود، لم إلى حد الآن تثبت في على الأقل ما هو متداول ثم عقد باسم حركة النهضة أو لفائدة حركة النهضة بليتو معناها، لكن ما ثم حتى شيء يثبت أنه حركة النهضة عملت شيء هذا. سنرى مجريات القضاء، لكن اللي يقوله باش نختم فقط منير بن صالحة ولا غيره من الناس اللي معناها كي يحكم لصالح النهضة الناس كلها تسكت كما في قضية القائمتين، وعندما توجه أبسط تهمة لأي واحد من النهضة وكل النهضويين كما كل علاش عنده بونتو هو بالنهضة منير بن صالحة؟ عنده هو وآخرون يعني عندهم البوزة ذي والتقول على النهضة يجيب لهم شوية هو كينا. في قضية اللوبيينج هذية بعيدا على سي منير بن صالحة، أنت وجهت رسالة عبرنا نحن لسي منير بن صالحة اللي عنده قضايا وغيره ما عنده قضايا مش هذا موضوعنا مش هذا موضوعنا قد مش هذا يعني هو موضوعنا مش سي منير بن صالحة فقط أما في علاقة باللوبيينج سي محمد فما ان ترافاي انفستيغاسيون اللي عملوه الزملاء في انكفاضه. نعم. وانت حكيت قلت ما يروج على مساله اللوبينج، هذا هو مش ما يروج، هو هذا فما عمل استقصائي موجود عملوه الزملاء وانت اكيد اطلعت عليه. نعم. فيه المبالغ بكل دقه. نحكيه على تقريبا مليون 300 الف دولار، المبلغ اللي عنده علاقه بعقد حركه النهضه، خاطر نعاود نذكره مش كان حركه النهضه، نحكيه على قلب تونس، نحكيه على عيش تونسي زاد. في طريقه طرحك للامور تقول ان احنا ما كلفنا حد انه يقوم بالعقود هذه. العقود هذه اللي قام بها
قام بها باسم حركة النهضة اليوم. قام بها اللي فايت حركة النهضة. أي أي. هو قلنا معناها هذا الأمر تو يحقق فيه القضاء ونشوف شكون يعني هذه تنجم تكون كان غلط صلح لي. يعني أنت حسب لك هذه مؤامرة على حركة النهضة؟ ما احنا مازال ثم البيست هذه ما تنجم تكون موجودة مطروحة بالنسبة لكم؟ احتمالات تنجم تكون، تنجم تكون واحد معناها متبرع او شخص معناها يتبرع بمليون و300 الف دولار لحركه النهضه، ما نعرفش، نجم يكون، نجم يكون. لكن الى حد الان احنا قلنا اللي ثابت على الاقل نحكيوا على اللي خصنا كقياده، وهذا اللي اتاكدنا منه من خلال رئيس الحركه وممثلها القانوني، انه لم يكلف احد، لم تتحول اي اموال، لم تجري اي مفاوضات بهذا الامر، واحنا قابلين بالقضاء العادل ان يجري. وهذا اللي اشار له سيمونيو بن صالح. سيمونيو بن صالح ما واجهش تهمه، قال لي لو تم فما فتح قضيه في الطور الابتدائي القضيه هذه موجوده فيما يتعلق بقضيه انا نقصد مش مزعج ان يفتحوا قضيه معناها، وخاصه انه الكلام هذا قاعد يتقال الان اربع سنوات، راهو مش من الانتخابات الاخيره فقط، حتى اللي قبلها تم الحديث عن اللوبيينج وعلى التمويل الاجنبي. احنا قلنا مش مشكله، ثم قضاء في علاقه بما انه محكينا على اللوبينج، في علاقه بخرق القانون الانتخابي. انت حكيت على زوز قوائم تاع حركه النهضه فيما يتعلق بخرق القانون الانتخابي. اليوم فما العديد من المؤاخذات، ونحكيوا هنا على تقرير محكمه المحاسبات، مش كان حركه النهضه، لانك بصفتك قيادي في حركه النهضه نسالك على حركه النهضه. القائمات الاخرى الكل اللي تابع حركه النهضه تقريبا في اغلب الولايات باش يكون نفس المصير، تعتبروا لو فما مجموعه من الاخلالات كمان واللي انتم موجوده وتحاولوا تتغاضوا عليها؟ شوف ثم فماش دخان من غيرنا. لا نعم، ثم مشكلتين، ثم الاخلالات الانتخابيه المتعلقه بالقائمات، احنا متاكدين من سلامه قائمات حركه النهضه من حيث الحمله الانتخابيه ومن حيث التمويل. وثم قضيه ثانيه اثيرت لاحقا منذ شهرين تقريبا، اللي هي الحاق تهمه التمويل الاجنبي على اساس عقد اللوبينج هذا بسائر قائمات حركه النهضه في الداخل والخارج على هذا الاساس. اللي نعرفه على الاقل بالنسبه لي في القائمه اللي ترأستها في ولايه باجه، انه المحكمه المحاسبات وافتني بتقرير يفيد سلامه التمشي وسلامه المحاسبات اللي اعطيناها، وتقر بحقنا في استرداد المنحه الانتخابيه. يعني ما فماش فيما يتعلق ببقيه القائمات، ما فماش، فماش حاجه مؤكده. نعطيك مثال، اعطانا تقرير اولي في سلامه الواحد، واعتقد قائمه النهضه الكل تحصلت على هذا التقرير. بعد جانا تقرير ثاني من دائره المحاسبات فيه اثاره لشبهه اللوبينج وعلاقتها بالقائمات. وهذا التقرير اللي بالطبع طلعت عليه وطلعوا عليه اعضاء القائمه وايضا وكلنا محامين للمرافعه فيه، فيه تقرير من دائره المحاسبات نفسها تقول بانه ثم شبهه هذه التمويل الاجنبي متعلقه بالقائمه وكذا، ولكن تستخلص في النهايه ان دائره باجه، قائمه حركه النهضه في دائره باجه، لم يثبت اي علاقه لها بهذا العقد. وثانيا لم يثبت السيدة القاضية التي كتبت التقرير أي دليل أو شبهة بأن الناخبين في جهة باجة تأثر بهذا الأمر، وبذلك تبقى على نفس الاقتراح. واضح. وسنرى لحظة برك، في بداية أفريل سيحال الملف إلى بالطبع المحكمة الابتدائية بجندوبة لتنظر في الموضوع، وسنرافع وسنقيم الدليل. هو هذا مثال على بقية القائمات. هو جسمه، هو سؤالي فيما يتعلق ببقية القائمات، هل الوضع منسحب على بقية القائمات اليوم؟ تنجم أنت اليوم كقيادي سي محمد الجوماني تجزم أن الوضع ينسحب على بقية القائمات في حركة النهضة؟ نجم نسجل عليك تصريح من نوع هذا؟ شو من ناحية؟ من أنه القائمات فيما يتعلق بخرق القانون الانتخابي هي قائمات لم تتم خرق القانون الانتخابي أثناء نعم، سائر قائمات حركة النهضة من حيث القانون الانتخابي ما عندها حتى مشكلة، فقط ثم مشكلة كما قلنا متعلقة بهذا عقد اللوبينج والمحاكم ما زالت لم تقضي فيه، لأنه القضية الأصلية أيضا لم يقضى فيها. في الجانب السياسي سي محمد، خلينا نخرج من هذا اللي يهمنا أكثر. هذا اللي يهمنا اليوم، الخطاب المروج، ونحن نحكيه على الأطراف المعارضة لتمشي 25 جولة رئيس الجمهورية، يبدو أنه اليوم عندكم مجموعة من التقاطعات مع مثلا حركة مواطنون ضد الانقلاب وغيرهم من الأحزاب السياسية، فيه
منهم اللي يوافقكم في الرؤية أنه اليوم رئيس الجمهورية يسير في الاتجاه الخطأ ولكن يرفضوا أنهم يكونوا معاكم في نفس الجبهة، اللي نحكي على التيار الديمقراطي مثلا. وفما شكون كما حراك مواطنين ضد الانقلاب اللي قابلين مبدأ أنه يكونوا معاكم وديجا شفناكم في الشارع مع بعضكم العديد. وأنا مشيت معاك من البداية، فما شكون يشوف أنه ساعة نزولكم للشارع ومطالبتكم بأنه رئيس الجمهورية يتنحى وأنه انقلاب وأنه الأزمة الاقتصادية سبب فيها رئيس الجمهورية، ثم رأي موجود هذايا من المساندين لمسار 25 يقول يبدو أنه قيادي حركة النهضة تناسوا أنهم كانوا جزء من المنظومة اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية ويتحملوا جزء كبير برشا من اليوم البنغي اللي صاير اليوم في الفارينة وخليني تيراتير ميسارش البنغي اللي صاير في المقرونة وفي الخبز وغيره دي كونسيكونس متاع 10 سنوات كانت حركة النهضة جزء كبير منهم موجودة في الحكم فيها. كيفاش جاوب على القراءة هذه؟ شوف كان مش مشيو بالمناكفات اللي الكلام للكلام يعني مش مناكفات عندي أرقام أفقلك لا مش حقيقة تقول حركة النهضة احنا ورثنا حكم متاع فساد واستبداد وستين سنة من ضياع ربما البوصلة في مراحل خاصة في مرحلة بن علي واضح. وأننا تولينا الحكم قدناه في مدة تقريبا سنتين معناها مع حمد جبالي وعلي العريض وأنه بعمومة المؤشرات يعني كانت نسبة التنمية اللي طاحت تحت الصفر في الفترة الوجيزة ذاك اللي ترأسها المرحوم الباشا قيد السبشة اللي رحمه عودت رجعت ل 2.7% وأكثر. وأنه عموما الشعب معناها مش فقط كانت عنده الحرية معناها في منسوب عالي وإنما أيضا قوته كان مؤمن والمواد الأساسية موجودة وبصفة عامة لم نعش مثل الأزمة نشوفه بعد ذلك. لو تسمح فقط محمد فما نسب اللي مهم نذكره بهم يعني اليوم الحكومات المتعاقبة على مدى نجحت في أنها تخفض من نسبة البطالة في تونس نجحت منها ترفع في المقدرة الشرائية للمواطن هذا هو السؤال. وانتم راهو كيف نحكي على جزء من المنظومة من مثلا في حكم من انطلاقا من حكومة سي حمادي جبالي انتم كان عند تقريبا 17 عضو في الحكومة هذه أعضاء الحكومة 42 عضو نحكي على حكومة علي العريض 38 عضو نحكي على 12 عضو من حركة النهضة حكومة المهدي جمع حكومة تكنوكرات حكومة سي حبيب الصيد 4 أعضاء من حركة النهضة كانوا متقلدين حقائب وزارية 7 وزراء في حكومة سي يوسف الشاهد 6 وزراء في حكومة سي ياسر الفخفاخ. لا تتحمل حركة النهضة جزء مهم من المنظومة اللي تتحمل جزء قلت وهذا بالأرقام أستطيع أن أثبته وتنجم ترجع له بالأرقام حكومة حمادي جبالي حكومة علي العريض هي الحكومات الوحيدة اللي حققت نسب تنمية مقبولة وأيضا شغلت أعداد بالألاف معناها في سياقات مختلفة إما في إطار بالطبع المفاوضات اللي تحلت وقتها في شو يسموها التسويت أوضاع العمال الهشة ولا في إطار الانتدابات لكن حركة النهضة يعتبرها إثقال لكاهل الدولة ويعتبروا أنه كانت فما العديد من المحسوبة وهذايا مرة أخرى هذايا الرأي موجود مش مناكفات كما حكيت هذايا عن ترافاي دانفستيغاسيون صار مع عند زملاء صحفيين اليوم نحكيو على أنت حكيت على وضعية الهشة اليوم الناس اللي نحكيو على الشركات البسنة مثلا دي تعرف شنو هو الإشكاليات اليوم خلقتها شركات بس تعرف اللي اثقال كاهل الدوله بوظائف وهميه هذا كيفاش ترد عليه اليوم؟ شوف هذا تم في اطار ساعه تفاوض بين الطرف الاجتماعي وبين الحكومات المتعاقبه وانا اقر بانه فعلا تم ارهاق الدوله واثقال كاهلها في ظل ربما خيارات من الجهات المختلفه وان اعطينا اولويات ربما لتحسين اوضاع من عملوا على حساب الـ 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 البطاله وانه نقول لك نسبه كتلة الأجور اللي زادت بسبب بطبعة الحال تحسين الأجور يستحقوا الأجراء من جميع أصنافهم ولكن مع ذلك ربما ما كانش هو الخيار الأفضل لكن عموما حركة النهضة بدأت تدرج من قيادة الحكومة إلى المشاركة فيها حتى وصلنا يحكموا ناس ما تقدموش للانتخابات وما عندهمش علاقة بالجمهور الناخب اللي سموها الحكومات التكنوقراط المستقلة وصلنا في 2019 ندعم حكومة المشيشي اللي هي حكومة فيها حتى وزير من النهضة ولكن كنت جزء وازن في المنظومة اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية الحقيقة قديت لك بالنقطة هذه على خاطر اليوم زاد اللوم على ربما حركة النهضة يقول لك اليوم انتم في 10 سنوات انت تحكي على نتائج مقبوله لزوز حكومات زوز حكومات لولانيين في بعد الثوره لكن علاش ما تخلوش رئيس هذا موجود سي محمد يقول لك اليوم انتم في 10 سنوات الحصيله كانت حصيله سلبيه علاش في 7 شهور تحبوا تحاسبوا رئيس الجمهوريه على اللي انتم فشلتوا باش تعملوه في 10 سنوات اولا اللي يتحمل المسؤوليه يلزم يحملها
ما فماش دي حكايه اللي قبلي، قلت كل حكومه مش نجم تقول تلعن اللي قبلها وتقول السبب هو اللي ولد. هم خذيتوا 10 سنوات ومالها المسؤوليه، احنا خذينا 10 سنوات وشاركنا بنسب مختلفه ونتحملوا قسط من هذا المسؤوليه بقدر حجمنا في الحكومات. لكن عموما في الحكومات هذه تعدت الكل ما وصلناش للوضعيه المزريه اللي وصلتها تونس في 7 شهور. 7 شهور معدل تقريبا اغلب الحكومات اللي مرت كلها ما عملت، عملت 6 شهور الى عام. الان رئيس الجمهوريه في يده كل السلطات، معناها وصل الميزانيه للوضعيه، معناها عندنا الان 20,000 مليون دينار معناها عجز، ومع ارتفاع سعر البترول الان معناها اللي ممكن يوصل نهاية الشهر 150 دولار دوبل نتاع التوقع نتاع الميزانية باش يزيدوا 10,000 مليون دينار أخرى، مع اشتراط تقريبا جميع الجهات المانحة دول ولا صناديق أنه ما نجموا نعطيه تمويل تونس لما تتوضح الصورة السياسية. هذا مصحيح وهذا مسؤوليته. هذا مصحيح. الجهات المانحة نحكيه على تصريح سي فريد بالحاج اللي قال البنك الدولي يدعم مسار تونس ومازال يدعم مسار تونس، نحكيه تقريبا على 400 مليون دولار مساعدات اجتماعية. هذا موجود. حتى الاتحاد الاوروبي قال المساعدات الاجتماعية واللي عندها علاقة بالناس باش نوصلها فقط. اما تمويل انا نقول لك ما نعرف احنا حتى تقرير الميزانيه الامريكيه اللي بالصحه لها بايدن معناها في باب المساعدات الموجهه لتونس عملوا 4 ولا 5 شروط كلها سياسيه ولم تقدر المبلغ ولم يتخذ القرار بعد. يعني احنا ماذا بينا الشعب التونسي بالطبع ما يجوعش وماذا بينا تتواصل الدعم من الصناديق ومن الدول، لكن نحب نقول المشكله السياسيه مسؤول عليها رئيس الجمهوريه. والاسعار اللي عمرها ما وصلت للحاله هذه معناها يعني مواد غذائيه بسيطه خضر فهمتني الخيار وغيره كذا ولا بال 4000 وبال 3000 وغيره، وانه الـ 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 الازمه نتاع هذه الفرينه والمظاهر اللي نشوفوها قدام الوش والمواد الاساسيه والناس شاده صف، هذه بصراحه مظاهر مزريه ما شفناهاش في العشريه الماضيه. ولذلك اللي شد الحكم ويستولي على جميع السلطات ويقول انا باش ننقذ البلاد، اولا يلزم هو يتحمسوا ليه. والامر الثاني السيد رئيس الجمهوريه جاء قال نكلوا بالشعب وعملوا باش نحل مشكلته. الان وين منصرفه اهتمامه؟ مشكلته مشكله حكومته كلها الاستشاره اللي عاملين فيها كل جهدهم، والان مازالها تقريبا 10 ايام وتوفى ما وصلتش 300,000. سي محمد تفصل في كلامك، تفصل ما بين المرحله اللي فاتت قبل 25 جويليا والسبع شهور هذوما ولا 8 شهور هذوما، على خاطر هزيد مره اخرى فما راي يشوف انه الطرح هذا طرح فيه مغالطه، على خاطر اللي نعيشوا فيه اليوم هو استتباعات للعشريه الفارت. ورئيس الجمهوريه وتحكيت على الميزانيه، نرجع معاك نقطه الميزانيه، فما شكون يشوف اللي رئيس الجمهوريه اليوم ما نجمش بين ليله وضحى ما عندوش عصا سحري الميزانيه، تعرف فما مجموعه من الالتزامات. ورئيس الجمهوريه وضح قال صححت على الميزانيه هذه على مضض، يعني مش بالسهل يعني انه بجره قلم ولا بعصا سحريه باش يغير رئيس الجمهوريه، هو سائر نحو التغيير. هذا الكلام ينطبق على جميع الحكومات السابقه، كل حكومه تجي تقول لك انا لقيت معناها بيلون ثقيل واش نعمل. لكن احنا نقول الدوله مستمره اللي بيد السلطه الان اولا يلزمه يعطي الاهميه للقضايا الاقتصاديه والاجتماعيه. الى حد الان الرئيس هذا مش صاير بالطبع اهتماماته سياسيه بالاغلب على مقاومه الاحتكار، باش يعمل مرسوم في علاقه هذا نشوفوه. احنا نسمع على مرسوم هذا شو اسمه الصلح الجزائي اللي هو شركه الاهليه في جانب منه والشركة الاهليه، خاصه الصلح الجزائي اصبح مضحك عند التوانسه، لانه الرئيس كل مره يقول المرسوم حاضر والفكره موجوده من عام 2012 والى حد الان ما شفنا حتى شيء. وانك مش تبعث الفاسد الكبير في المنطقه الاكثر فقرا والفاسد الصغير، هذه معناها عند رجال الاعمال وعند الناس واغلب الملف يقولوا تسوى بقطع النظر. والمجلس الاعلى للقضاء المنحل والمنتخب اعطاه طعون قانونيه وقال له هذا مش ممكن، وهذا مما زاد عجل بصدامه مع السلطه القضائيه. الامر الاخر انه رئيس الجمهوريه كما قلت لاهي في الاستشاره، لاهي في المشروع هو في التنسيقيات وفي التعيينات نشوفوا فيهم نوعيه الاستشاره مش مهمه بالنسبه لكم اليوم. رئيس الجمهوريه هو انت حكيت على من يتحمل المسؤوليه لازم يمشي جوسكو بو، وكانه زاد فما لهنا شويه تضارب في الخطاب سي محمد. يعني تطالبوا من جهه انه رئيس الجمهوريه إلا سيوم سي ريسبونسابيليتي، ومن جهه اخرى تلوموه انه هو ماشي قدما في تطبيق البرنامج نتاعو، وكانه فما نوع من التضارب. الاستشاره هي ترومبلان باش يكمل بها خلاص الطريقه نتاعو. نقول التناقض في كلامه انه هو جاء ولا مع الحكومات السابقة أولوياتها السياسية على حساب
الاقتصادي والاجتماعي هو الآن يعمل في الغلطة مضاعفة. أولوياته سياسية، حديثه على القضاء، على شو اسمه هذه الوكالة ونحية الوكالة، على تغيير النظام السياسي، وغارق في القضايا السياسية. مش مهم هذا تغيير النظام السياسي، مش مهم اللي خلينا مهم، لكن الآن الأهمية الأكبر للاقتصادي والاجتماعي، بخلاف مثلا ليزي ماهوش في أولوياته ولا يزي المؤشرات كلها سلبية. اليوم كيف تحكي لي على الأولويات الاقتصادية اليوم بخلاف الاحتكار، النقطة اللي أشار لها بشير، اليوم رئيس الجمهورية كيف يحكي على نظام خفي تحرك وقت اللي رئيس الجمهورية بدأ يضع في استراتيجيات للضرب على أيدي الفاسدين؟ القراءة هذه كيف تشوفها؟ توافقوا ولا لا؟ أنه فما اليوم، وأنتم نرجع لك حتى للخطابات من قيادين حركة النهضة التصريحات تحكيوا على نظام خفي، تحكيوا على لوبيات تحكم البلاد، في كل أزمة تكون حركة النهضة في وسط الأزمة تحكيوا على نظام خفي، تحكيوا على لوبيات. علاش لو ميم ديسكور وقت يحكيه رئيس الجمهورية اللي هو سيتانفي اليوم عنا اون ايكونومي دو غونت اليوم في البلاد هذه، علاش يولي خطاب سلبي وماهوش صحيح؟ بالعكس، احنا قلنا في بعد 25 جويليا، ورغم انه اعتبارنا ليه كانه انقلاب، قلنا احنا ندعم اي اتجاه للاصلاح بما في ذلك بالدرجة الاولى بالطبع الضرب على ايدي الفاسدين، واحنا اليوم ندعموا فكر ضرب المحتكرين والمضاربين وغيرهم، ولكن مش بالطريقة هذه. اما فولكلورية، الرئيس معاه واحد عنده رش كلو يحل في الدبوات بتاع الناس، وشفناه هذه الصور في الفترة الأولى، وإلا اليوم برك شفت أنا نقابة بتاع بعض المؤسسات ونقابات تبعت حد عم تنزل شغل تقول بأنه وقعت مداهمات لمؤسسات مشروعة في صفاقس، معناها بتاع أظن المقارونة وبتاع كسكسي فهمتي وكذا، معناها بدون ترتيب قانوني. احنا نهبوا الحملة دي تتم في إطار القانون، كان عليه أن يصدر المرسوم وينظم العملية ويعمل المطلوب، واحنا مع الضرب وبقوة على أيدي العابثين والمحتكرين والمفسدين اللي احنا لسنا جزءا منهم ولم نحميهم في السابق ولن نحميهم حاليا. تنساشون للحملة هذه رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يقود في الحملة هذه بأعوان رقابة اللي هما من هياكل الدولة، من صميم هياكل الدولة. مانيش نشوف بالقدية، وربما اللي يسمع فيني يسأل السؤال وين بالضبط خرق رئيس الجمهورية القانون وقت اللي يحث انه أعوان الرقابة اللي هم موجودين موظفين لدى الدولة يقوموا بمجموعة من الإجراءات العادية المعمول بها، يعني مش يمشيوا لدبهم تحديد عامل مخزون مش يصدروا، معناها وتصور العملية كأنه عامل محتكر وبعد تبين ثم حد شيء، ولا يهبط على ما معناها دبو متاع كسكشي ومقارونة قالوا حسب النقابة الأساسية وحسب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، قال هو مخزن يحطوا فيه الحاجات البريمي واللي ربما ما هيش عالية الجودة، وبعد يرموه في المصب، والمصب الآن مغلق في صفاقس قاعدين ينتظروا كذا. هذا كلام النقابيين. إذا احنا نحب الحملة دي تكون في اطار القانون اولا، وتكون واضحه والنتيجه واضحه، مش نعملوا افلام واضح ومن بعد ما يلقاو حتى شيء. سي محمد القوميني ضيفنا القيادي بحركه النهضه، فاصل ومواصلين الحوار، قدموا معنا لاكسبريس اف ام، ما تبعدوش. كلوب اكسبريس. مؤسسات صغرى وناشئة، ممولين، مستثمرين وداعمين للنسيج الاقتصادي باش يكونوا حاضرين في صالون الريادة من 15 ل 16 مارس. تابعوا معنا صالون ريادة الأعمال وتعرفوا على جديد النسخة التاسعة مع حصة خاصة من إكسبريسو 3-15 مارس، بداية من 7 متاع الصباح مباشرة من مدينة الثقافة. ريادة بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتعاون الألماني. السلام ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، نرجع لكم باخر تطورات التوقعات الجويه لغدوة الصباح السبت 12 مارس 2022. سحب كثيفه مع نزول امطار ضعيفه في بعض الجهات، وباش تتراوح درجه الحراره بين 9 و24 درجه. في تونس باش تكون حراره بين 10 و19 درجه، وفي صفاقس بين 14 و16 درجه. بالنسبه للرياح باش تكون متوسطه القوه، اقصاها 30 كيلومتر في الساعه في مهديه ومستير، مع وجود هبات توصل سرعتها ل 54 كيلومتر في الساعه. هذه كانت تحينات حاله الطقس حسب اخر معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الانترفيو دو كلوب. مواصلين حوارنا مع ضيفنا القيادي بحركة النهضة سي محمد الجوماني. سي محمد القيادي بحركة النهضة بالحركة عبد الفتاح اللاتاغوتي في علاقة بالاستشارة جوستومون يقول انه الاستشارة الوطنية ليست سوى بداية لتفكيك الدولة وإقامة نظام البناء القاعدي باش تقاوموا الحركة. شنو هو البديل اللي تقترحوه انتوما سي محمد على رئاسة الجمهورية، خاصة بعد ما صرحتوا انكم مستعدين باش تعملوا تنازلات، حكيتوا على التشاركية، مع من ستكون التشاركية هذه في وقت انه الرئيس صرح مرارا وتكرارا انه اقطع مع المنظومة السابقة؟ احنا قبل 25 وبعد انقلاب 25 جويلية كنا نرى في الحوار الوطني الذي لا يقصي احدا السبيل الوحيد لمناقشة التوانسة لأزمتهم ولاقتراح الحلول المناسبة لهم، وما زلنا نراه هذا هو الطريق. قطع النظر من يؤطره وتفاصيل والحوار ذا لا يستثني أي مواضيع، ما ثماش أشياء محظورة، وكل الناس من حقها تتحاور، اللي يتفقوا اللي يختلفوا. الاستشارة الإلكترونية اللي تعملت بغير قانون أيضا، سيد رئيس الجمهورية دائما يحكينا على القانون، يلزمنا المفروض ثم قانون ولا مرسوم راهو نظم هالعملية ذي. اثنين، استشارة ليس كل قالوا غير شفافة، معناها لا في تأكد الناس المشاركين فيها ولا في التأكد بعد ذلك من نتائجها. حتى حركة الشعب المساند للرئيس محترزة على الاستشارة، أما مش بطريقتكم أنتم. طيب مهم التوضيح، ما مش بنفس الشيء، نحكي لك محترزة يعني تقريبا الجميع محترز، يشوفوا أنه يلزم أكثر من الحوار. يعني قلت لك استشارة هي أكبر مؤشر على فشل رئيس الجمهورية في الإقناع بمشروعه. أنا نعتبر قيس سعيد نجح في الانقلاب على السلط، قبض بيد واحدة على السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية برأسيها، والآن هو الحاكم بأمره، ولكن عمليا لم ينجح لا في الإقناع بالمشروع ولا في تمريره. انتم تعتبروا سي محمد انه اللي صار 25 جويلية انقلاب نفس الشيء اللي راوه ربما حراك مواطنون ضد الانقلاب؟ فما عباد باغ برانسيب يقول لك اللي صار انقلاب انا ما نقعدش مع رئيس الجمهورية، في صورة انه ينفتح رئيس الجمهورية على الأحزاب وعلى المنظمات الوطنية ويصير حوار، مستعدين تقعدوا مع رئيس الجمهورية؟ عندكم مقترحات؟ إذا رئيس الجمهورية يلغي القرارات الانقلابية ويرجع للوضع الدستوري الطبيعي، بالطبيعة رئيس الجمهورية هو جزء من السلطة ورئيس منتخب، إذا كان رجعت مؤسسات تعمل وكذا بالطبيعة الحال يكون طرف في الحل. ولكن للأسف رئيس الجمهورية إلى حد الآن زاد بيننا في السبع شهور هذوما أنه هو للأسف عاجز أصلا عن محاورة غيره، قال كي كنت نقعد معاهم كأني ان في حصص تعديل، ولو انه سي محمد وما يحاورش كل اللي يمشي له يحكي من جهه واحده، ولو انه سي محمد رئيس الجمهوريه برهن عكس هذا وقت اللي مشى حكي مع سي نور الدين الطبوبي وبقى الحوار لمده 3 ساعات، وسي نور الدين الطبوبي خرج مستبشر نوعا ما بالحوار، وكان بدايه ربما ارضيه ربما للتشاركيه بين رئاسه الجمهوريه والاتحاد العام التونسي للشغل. جيت على نقطه قبل ما نرجع للاتحاد العام التونسي للشغل، خاطر نحب نسالك على الوضعيه نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقه بحركه النهضه. ونرجع اليوم للكان اللي موجود في حركة النهضة، هو معارض رئيس الجمهورية حكينا فيه في بداية الحوار. أنت تدعو إلى أنه رئيس الجمهورية يعمل مارش أغيير ويجلس على طاولة الحوار، خلينا ساعة في بعيدا عن رئيس الجمهورية، إذا نشوفوا ساعة نركزوا شوية مع الأحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية. اليوم سي محمد الجوماني فما أحزاب معارضة وازنة، خلينا نقولوا في المشهد حاليا، ترفض الجلوس مع حركة النهضة وتعتبركم اليوم العنوان الأبرز للفشل نتاع المنظومة هذه، لا بل أنه فما قياديين يعتبروا انه حركة النهضة هي من الاسباب الرئيسية اللي خلات رئيس الجمهورية تخذ اجراءات 25 جويلية. في ظل هذا الكل كيف تتموقع حركة النهضة؟ كيف تطالبوا اصلا انكم تفرضوا شروطكم على رئيس الجمهورية وانتم عندكم معارضة من طرف احزاب سياسية تشارككم نفس الفيزيون فيما يتعلق برئيس الجمهورية؟ برولونجمون ربما سي محمد، القيادي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية البيجي قايد سبسي نور الدين بتيش يقول في علاقة بالحوار جسمه، يقول لك حركة النهضة تبحث دائما عن حوار لتقسيم الكعكة، هذا كان على إذاعة ديوان اف ام. شنو رأيك في التصريح؟ حركة النهضة دائما تبحث عن حوار لحل مشاكل تونس، باستثناء الفاشية عبير موسي وحزب البراميل، احنا هكا نعتقدوا. لا هذا نحكي لك هذوما خطر، لحظه بس سي محمد نحكي خطر فما ناس هذوما جوج الفاشي يحكي على موسوليني، يعني عبير تسويها بموسوليني، يعني كي تشبه موسوليني عبير موسي، نعم عبير موسي تشبه موسوليني، تشبه موسوليني بالطبع نفس الاطروحات. اللي يحب خصومه
ما راهم كان مفرومين ولا في الحبوسات ولا وراء البحر ما عندهمش حق الوجود، هذا فاشي. عبير موسي وحركة الشعب والتيار الشعبي هذوما زوز أطراف اللي معناها استئصاليين في علاقته بالنهضة. بقية الأطراف ما قلش ما نحاوروش النهضة، التيار الديمقراطي قال ما نقعدوش مع التيار النهضة، ما قالش هاوش قال غزي شويش، قال احنا الآن ما نسقوش مع حركة النهضة. نسقوا شو معناها؟ لحظة، في التو ما نسقوش في العمل، أما عندما نجلس الحوار أنا سمعته أكثر من مرة وأعرف اللي هو الديمقراطي غازي شواشي والتيار الديمقراطي وبقية الأحزاب تقول عندما تجتمع مائدة الحوار الوطني لا يستثنى منها حركة الشعب، حركة الشعب والتيار الشعبي والبدايال الحزب الدستوري. وقتاش سي محمد صرحوا انهم يحبوكم، يحبوا يشوفوا حركة النهضة في قيادي حركة النهضة في الحبوسات؟ تقول عبير موسي لا شغلة لها كي كانت في البرلمان ولا الآن إلا الحملة على ما تسميه هي التيار الإخواني والإسلام السياسي، وتقول أماكنهم الطبيعية هي إما خارج البلاد وإلا بالطبع في السجون. موقف سياسي مستحيل، موقف سياسي، موقف سياسي فاشي كلها، حتى مصر إيه أخي بالطبيعة، حتى الفاشية والنازية والطروحات إنشان الشمولية كلها ما أطروحات سياسية وديولوجية. هذوما قلت لك أطراف ما يراوش إمكانية لوجود النهضة، وإحنا نعتبروهم أنهم همش هم صاحب القرار. النهضة حركة اجتماعية سياسية ثقافية عندها 50 سنة في البلاد هذه. لو كان الشعب ما 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 راش فيها حاجة من احتياجاته وأحلى تعبيراته، راهي ما وصلتش حركة تصمد 40 سنة في اللا قانون ثم تصمد 10 سنوات كاعتراف رئيسي معناها مشارك في الحكم بعد 2011 والجمهور الناخب اللي يحكم عليها. أما ما يجيش واحد يقول معناها احنا كما يقول بعض المصرحين في حركة الشعب معناها هذوما مجرمين وما عندهمش حق كذا. شكون سيادته باش يحدد المجرم؟ ما يحدي القاضي يا الناخب من خلال الموقف السياسي. لحظة برك، بقية الأحزاب هني قلت لك هي عندها مشاكل في التنسيق مع النهضة، هي حرة واحنا ماذا بينا تتوحد الأحزاب هذه. يطرح هذا يطرح إشكاليات، ما يطرح إشكاليات في المرحلة الحالية اليوم. أنتم تحبوا على حوار يضعف الحركة المعارضة الآن. حركة النهضة في المعارضة ثم جزء من المعارضة أحزاب معناها كيما حزب تونس الإرادة وكيما معناها التيار الشعبي معناها وكيما حركة أمل أو حزب أمل الأمل ولا كيما حركة وفاء إلى آخره من الأحزاب. نجم نجيب لك أنا 10 أحزاب، الاتحاد الشعب الجمهوري، هذه كل أحزاب تقبل بالعمل مع النهضة فضلا على مواطنين ضد انقلاب كحراك فيه ناس مختلفة. وثم أحزاب احنا الرام على الوقت بدينا نتلقاو موضوعيا، كنا نعتبره ثم خطر تاع حكم فردي مطلق، كنا نعتبره ثم خطر تاع انهيار اقتصادي واجتماعي، كنا خايفين من شبح الفوضى والعنف على تونس. هنا نعمل في مجهودات، ربما نلتقي يوما ما، لكن حتى كما نلتقي اشتوى نلتقي على مائدة الحوار الوطني وعلى مائدة البحث عن البديل. لو كونستا هذايا سي محمد عادش توافقني ولا لا، اما لو كونستا اللي تعملوا انت هذايا فيما يتعلق بموقف التيار الشعبي، حركه الشعب، بدايال من حركة النهضة. نعم. أنت تقول لي عنا مجموعة من الأحزاب اللي مساندتنا. أيه؟ فما أحزاب مازال موقفها ماهوش واضح. لا تعمل معنا. تعمل معاكم. نعم. يعني مساند الرؤى نتاعكم يعني اليوم. تلتقي معنا. تلتقي معاكم. نعم. عندكم معها نقاط تقاطع. نعم. أوكي. وفما أحزاب تقول اليوم مثلا التيار الديمقراطي تعمل نيونس. أنت تقول اليوم التيار الديمقراطي يقول لا ما نسقوش حاليا مع حركة النهضة. ماهوش رافض المبدأ. نعم. مش رافض الحوار. مش رافض وجود النهضة. أنا حاب ناخذ رأيك في المشهد ككل. نعم. وانا مسألتك على الأحزاب السياسية باش نوصل بيك لنقطة معينة. آخر سؤال، ألا يحق لرئيس الجمهورية أنه ياخذ موقف من المنظومة ككل في ظل هالانشقاقات هذه الكل؟ ماذا تقدم هذه الأحزاب فعليا؟ على ماذا قدمت للمواطن؟ ورئيس الجمهورية اليوم في ظل الخلافات اللي عندها اليوم وحتى وهي تعارض شخص واحد، منظومة واحدة، ماذا قدمت فعليا؟ ماهيش قادرة أنها تتوحد. رئيس الجمهورية يقول بجلش. أولا هو كي تتقارب ينزعج، وقال معناها اللي كانوا أعداء ولا مع بعضهم، واللي كانوا مع 25 ولا على اللي يعتبروا انقلاب، وهذا قلقه للأسف المفروض يفرح كي توحد تونس. الحاجة الثانية، رئيس الجمهورية من حقه باش يحكم على المنظومة ذي كما يشاء سياسيا، ومن حقه باش يقترح على التوانسة أي مشروع بديل يراه، لكن هذا عن طريق الانتخاب وليس عن طريق الانقلاب. مش من حقه باش يستغل ما يسميه هو أحكام استثنائية باش يعمل لنا مشروع سياسي. راهي الاحكام الاستثنائيه تعملت باش ترجع او تصد خطر داهم حدوش، وكل مره يجيب خطر وترجع دواليب الدوله ويطرح اطروحته.
البقية الأحزاب اللي يحكم عليها تبقى ولا ما تبقاش مفيدة ولا مش مفيدة هي صناديق الاقتراع التوانسة. الشعب يريد من خلال الصناديق الاقتراع، ما ثماش إرادة شعبية يختطفها قيس سعيد أو أنصاره أو غيره. عنده شعبية اليوم رئيس الجمهورية. أنت سي محمد تتغاضى على نقطتين مهمة وزاد هذوما من المعارضين للخطاب هذا يعتمد عليهم أساسا لدحض الأطروحة نتاعك. يقول لك اليوم ثم نقطة الشعبية، اليوم رئيس الجمهورية في الليسونداج لليوم مازال عنده الشعبية الأكثر في ما بين السياسيين، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يقول لك اليوم الخطر الدائم، أنت أشرت النقطة قلت الخطاب خطر دائم مش واضح بالنسبة لرئيس الجمهورية، يبدو أنه واضح. وعلاش حل مجلس القضاء؟ رئيس الجمهورية اعتبر أنه الفساد المستشري في مختلف هياكل الدولة هو الخطر الداهم، التقاطع بين الحزبي والقضائي والمالي والقضائي هو الخطر الداهم. بالعكس أشار لكل ما بكل وضوح قال البرلمان وكل مرة يقول أحسلي هني قلت لك رئيس الجمهورية يقول اللي يحب وعنده شعبية نعم لكن الشعبية نحكم عليها من خلال صديق. احنا قلنا يا أخوي ما قلتوا نحرك نعظم عن الشعبية شو الانتخابات؟ احنا عندنا ثقة في الشعب، وإذا كان الشعب ما صوتناش حتى كان صححنا واعترفنا بأخطائنا وقدمنا معناها عرض سياسي مختلف إلى آخره، هذاك احنا باش نمشيو الانتخابات ديسمبر 2022 تعتقد أنه باش نمشي حسب قراءتك باش نمشيو الانتخابات في ديسمبر 2022 ولا؟ مانيش متأكد وقتاش باش نمشيو الانتخابات، أما فما حتى حل للأزمة والاستقرار البلاد إلا عبر انتخابات. شو ماتش متأكد محمد الخريطة الطريق تاع رئيس الجمهورية ديسمبر 2022؟ خريطة رئيس فقط إلى حد الآن أغلب القوى بما فيه الاتحاد العام للشغل مش معترف بها ويقول ماشي هي الخريطة الوطنية. وأول خطوة فشلها هو الاستشارة. تو استشارة بعد معناها ثلاثة شهور ما وصلتش حتى ل 500,000، هذا معناها واحد مازلنا نحكيو عليها كمنطلق لمرحلة جديدة. احنا مع انتخابات عامة رئاسية وتشريعية يقول فيها الشعب التونسي ونعدلوا القوانين اللي يحبوا له. واضح سي محمد، الطرق اللي يحبوا له. سي محمد القوميني بدينا الحوار بسي نور الدين البحيري اللي تم رفع قرار الإقامة الجبرية عليه بعد ما تم اتهامه بتزوير شهادات جنسية وجرائم أخرى حسب تصريح وزير الداخلية. في المقابل تم إيقاف محامي اللي هو العميد الأسبق سي عبد الرزاق الكيليني. شنو مآل القضايا هذوما زوز؟ احنا مجددا عبر كل تضامننا مع العميد عبد الرزاق الكيليني. عبد الرزاق الكيليني اللي الناس كل تعرف فضله في الثورة عندما كان عميدا للمحامين ورفع صوته عاليا ضد الدكتاتورية وضد الفساد. وعبد الرزاق الكيلاني اللي كان أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية وقبل ترشحه ودخل الحملة الانتخابية. السيد عبد الرزاق الكيلاني كل الشهادات في الداخل والخارج بينت أنه لم يخرج على القانون ولا على وظيفته. ذكر الضباط والأعوان والناس اللي حكى معاهم من الأمنيين بضرورة التزام القانون وأن التعليمات إذا خالفت القانون يردوا بالهم منها لأنها قد تكون محل تتبع. عبد الرزاق الكيلاني اليوم موضوع في السجن ظلما احنا نعتبره برشا اعتبروه ترهيب لرجال الأمن. المقارنة برشا اعتبروها ترهيب لرجال الأمن. لا مش ترهيب، أنا قلت لك معناها مش ترهيب بما أنك أشرت المقارنة. وفي كل الأحوال هذا الأمر لا يستدعي إحالته على محكمة عسكرية وهو مدني. سجين سياسي تعتبره؟ بالطبع سجين سياسي، طبعا سجين. ما هو لحد الان ما هو لسه سجين، معناه مازال في حاله ايقاف لكن اضطهاد واضطهاد سياسي. يعني الايقاف نتاعو جاء على خلفيه اراء سياسيه. اعتبر انه هذا اختيار سياسي وسلطه الانقلاب قررت ترويعه وترويع غيره، لكن هذا لن يثني من عزيمته. وهو سيخرج مثل ما خرج البحيري وسيف الدين مخلوف وكل الذين تم ايقافهم مش في غير ارائهم. هذوما ناس خبروا الاستبداد منذ عقود. لكن نحب نختم انا قلت لك بني امس كتبت مقال سميته تونس تغرق وسناتي جميعا صاغرين. راهو ان اقصد باختصار شديد تونس الان تغرق اقتصاديا وماليا بالتاكيد، خاصه في ظل الحرب الاوكرانيه وما تداعياتها في موضوع الحبوب وفي موضوع سعر البترول. احنا الان أمامنا إملاءات في الحقيقة من صناديق التمويل بما في مقدمتها لفمي. يعني إذا كان اللي ما هيش جديدة على فكرة مش جديدة لكن مهم التوضيح. لا هيش جديدة لكنها لم تقبل بالطريقة في الحكومة السابقة الكل رغم اللي فيها جوانب إصلاحية مهمة. الآن إذا كان الصف الوطني سواء الرسمي معناها مع رئيس الجمهورية أو المعارض ما يتوحدش على مقاربات حقيقية ستسقط مقولات السيادة الوطنية والذي يسموها دولة الاجتماعية وسنأتي صاغرين مرة أخرى لإملاءات تشبه الكوميسيون المالي اللي سبق للأسف الاستعمار الفرنسي لتونس. شكرا لك سي محمد القوميني القيادي بحركة النهضة. شكرا جزيلا على الحضور وخذوا معنا على إكسبريس أفام وصلين معكم.